بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى ال بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد حديثنا عن ثمرات العمل الصالح العمل الصالح له ثمره وثمرته في الدنيا قبل الاخره الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ستجني حصاد اعمالك في الدنيا وفي الاخره ابو حازم بن دينار الرجل الصالح الفقيه الزاهد يقول كل نعمه لا تقرب من الله فهي بليه يعني الله سبحانه وتعالى واهب النعم منحك من النعم الظاهره والباطنه هناك نعم لا يعلمها الانسان الا عند وقت الحاجه وهناك نعم غائبه عن الانسان وهناك من النعم ربما يموت الانسان ولا يعرف عنها شيئا لكن الله سبحانه وتعالى قد زودك بهذه النعم لكن الاصل في هذه النعم ان تقربك من خالقك سبحانه وتعالى وان تتوجه بهذه النعم الى خالقها وبارئها وموجدها سبحانه وتعالى ان تشكره بطاعتك له وان تشكره بجوارحك فلا تستخدم هذه الجوارح في معصيه الخالق الذي منحك هذه الاعضاء وهذه الجوارح وهو يقول ابو حازم كل نعمه لا تقرب من الله فهي بليه يعني نقمه ومصيبه على صاحبها ومر بالسوق وكان معه تلاميذه فراى جاريه جميله فقال من منكم يشتريها فقالوا لا نقدر على ثمنها فقال هل ادلكم على ما هو احسن منها قال وما هو قال زوجه من الحور العين مهرها كسره خبز تطعمها لمسكين او ركعتان في جوف الليل فكل نعمه لا تقرب من الله فهي بليه وهذه الاعمال تعود على صاحبها ان كانت خيرا او شرا يقول محمد بن كعب القرضي سلاس من كن فيه كن عليه يعني الافعال القبيحه تنقلب على صاحبها اول شيء البغي ان كان فيك ظلم او بغي سينقلب عليك لان الله قال يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم الامر الثاني نكس العهود ان كنت ناكسا للعهود انقلب عليك هذا الامر قال ربنا سبحانه فمن نكث فانما ينكث على نفسه. ثالثها المكر ان كان فيك مكر انقلب عليك. قال ربنا: ولا يحيق المكر السيء الا باهله، فانتبه انتبه الى معاني القران وتامل هذه الايات واعلم ان الله سبحانه وتعالى يزن بميزان دقيق ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين وقد جاء ان الله خبا ثلاثا في ثلاث خبا رضاه في طاعته فلا تستصغر طاعه مهما كانت صغيره لا تستصغر صدقه لا تستصغر فعل معروف لا تستصغر مساعده انسان لا تستصغر طاعه مهما كانت فان الله خبا رضاه في طاعته ربما كانت نجاتك وكان فلاحك وكان سبب فوزك بالجنه في هذه الطاعه التي لا تلتفت اليها ان الله خبا رضاه في طاعته فالتمس رضا الله في الطاعه في اي طاعه صغرت ام كبرت وخبا سخطه في معصيته فلا تستصغر معصيه مهما كانت ربما كانت هذه المعصيه سببا في هلاكك عافانا الله اياكم وخبا اولياءه في خلقه فلا تحتقر احدا من الناس فربما كان من اولياء الله اذا فهمت هذه المعاني فاعلم انك ستجني حصاد اعمالك بيدك وتلك هي العداله الالهيه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره نسالك يا ربنا ان توفقنا لاعمال الخير ونسالك يا ربنا ان تستعملنا في فعل الخيرات وان تجنبنا المنكرات هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته